بصوا الآية الحلوة دي بقى، يسمعها الحكيم فيزداد حكمة. يعني إيه؟ في حد يقول لي أنا قريت سفر الأمثال، لا مؤاخذة تبقى مش حكيم، لأنك لازم تقول إيه؟ قريته وهقراه وهفضل أقراه، لأن كلما سمعها الحكيم يزداد حكمة. الموضوع ملوش آخر. أنت تقدر تقول أنا عرفت كل حاجة؟ لا طبعا، ولا فضيلة من اللي هتسمع عنهم أنت جبت آخر، ملهاش آخر، ولا تحفظ من اللي هيقوله تقدر تقول إنك واخد بالك قوي، برضو هتلاقي نفسك بتفوت. إذن يسمعها الحكيم فيزداد حكمة. يعني مجرد القعدة اللي احنا قاعدينها دلوقتي دي فيها زيادة حكمة، لأننا قاعدين نسمع كلام الحكمة. طبعا احنا قلنا السمع يجيب فهم، والفهم يجيب إدراك، والإدراك يجيب سلوك، والسلوك يجيب طبع أو تعود. ده التسلسل، لكن بدايتها ايه؟ طب اسمع. يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم يكتسب تدبيرا. لأن العلم مش نظري. إيه الفرق بين العلم والتدبير؟ التدبير زي ما سموه التدبير المنزلي، بس التدبير يعني المانجمنت، يعني الإدارة، يعني التصرف في أمر، يعني التحكم في شيء، يعني هنا السلوك بقى. فيسمعها الحكيم يزداد علما، والفهيم يزداد تدبرا أو تدبيرا. فتبقى عارف تدبر حياتك صح بالحكمة اللي خدتها، عارف تتعامل مع الناس في انهي حدود، لان هنا برضو هتلاقوا موضوع الحدود موجود. حدود مقصود بيها ايه؟ هل ينفع تصاحب اي حد، تقعد مع اي حد، تقول اي كلام، تصرف فلوسك في اي حاجة؟ دبر نفسك يا ابني، دبر نفسك، يعني اعرف كل حاجة تتعامل امتى وفين وازاي وليه وبكام، كل حاجة كده بالحكمة. يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم يكتسب تدبيرا.